مساء الخير لكل من انضم لمتابعتنا بهاي اللحظات. الجزء الثاني من برنامجنا راح نحكي من خلاله عن الأمراض المعدية نتيجة تغير الفصول، وخاصة فصل الصيف بصورة أسرع بسبب حرارة الجو اللي تساعد على انتشار العدوى. صحيح سلطان، خاصة بالعراق بعد الاحتلال الأمريكي وكثرة التفجيرات صار تلوث بيئي نتج عنه ظهور العديد من الأمراض. وللحديث أكثر حول هالموضوع تنضم معنا مباشرة من لندن الدكتورة نجاة السماوي الشدر، خبيرة أو استشارية عفوا في الطب التكميلي. مساء الخير دكتورة نجاة. يا أهلا، مساء الخير. يا أهلا وسهلا دكتورة نجاة. نعم دكتورة نجاة، بالبداية لو نتعرف من حضرتك أكثر، شنو هي أمراض الصيف؟ أمراض الصيف رشا عديدة، يعني بها معدي وبها غير معدي. يعني مثلا بربة الشمس هي غير معدية وهي من أمراض الصيف، وأيضا بالنسبة للحساسية والربو فهي غير معدية وهي من أمراض الصيف. لكن لما نجي للكوليرا والتايفويد والإسهال اللي هو من ضمن الكوليرا أو بس إسهال، هذا طبعا معدي. عرفتي على فهي هاي الأمراض يعني من تجي؟ أولاً تجي يعني من أسباب عديدة، يعني ممكن يكون البولوشن اللي هو بالجو، التلوث البيئي، الغبار، يعني هذا بالنسبة لأمراض الحساسية أتكلم، الغبار والتراب اللي جاي يعني من المناطق مثلاً حتى لو المجاورة، وحتى بالنسبة إن للصحراء اللي تحيط بالعراق. نعم. هذه طبعا تأثر على ناس كثير عندهم تحسس منها، وأيضا الرطوبة بالجو، وحتى أثناء التبريد الشديد إذا واحد يفتح تبريد شديد هاي تأثر. أما يعني هي هاي الأمراض اللي أقدر أقول عنها، يعني وإلها علاقة هنا طبعا بأشياء يعني كثيرة إلى جانب التلوث البيئي اللي قلناه، وإلى جانب يعني اليوم رح نحاول دكتورة نجاة ويا حضرتك نسلط الضوء عليها. نعم تفضلي دكتورة نجاة. مساء الخير وأهلا وسهلا بيك بجايات وحجايات. يا اهلا يا ويا سلطان. الاحتياجات هاي فيها احتياجات عراقيه صفر. اكيد دكتوره نجاه، كيف ممكن انه نتجنب هذه الامراض؟ اوكي، يعني نتجنبها هي طبعا يعني عندك طرق عديده لتجنبها. يعني معظم هاي الحالات اللي ذكرت عنها عدا ضربه الشمس اللي هي ممكن تكون يعني خلينا نقول لما الانسان يوقف في الشمس لفتره كلش طويله، هذه طبعا يعني نتيجة خلينا نقول نمط حياة معين، انه هو شغله رزقه يتطلب منه طلعة عند الطبيب، او يعني شلون صارت مثل ما قلتوا يعني مفخخ قدامه يظل ينتظر وقاعد مسكين بالطريق. فهي يعني هاي طبعا ما يقدر يتجنبها. شو يقدر يتجنب؟ يعني هذا الشيء صار عنده. بس في حالات مثلا للعمال، يعني اذا كان مثلا عامل ويريد يروح لشغله وحتى لا يتعرض لضربة الشمس، ممكن ياخذ وياه مثلا بطل يعني مي ويا عصير الليمون المخفف، ويخلي وياه شيء يعني مي يعني وليمون شوي مخفف، او على الاقل انه مبطره يخلي شويه وياه زبد، واذا ما يقدر يخلي عسل، وكل الوقت اللي هو واقف شويه شويه بس يعني يشرب من عنده يعني على الاقل. اما الانسان اللي يطلع بس للعمل ويعني حتى لا يفترض يعني يتجنب الاختلاط اللي بالاخرين، يعني يظل مثلا يمسح ايده هوايه، يغسل ايده دائما. نعم. يحاول النظافه العامه يعني حتى يتجنب الاسهال، يتجنب الكوليرا، يتجنب هذه. هاي في حاله تجنب يعني هالاشياء هاي. نعم. وهي طبعا هاي النظافه وعدم شراء يعني الاغذيه اللي هي بالسوق الجاهزه. ومرات اكثر الاوقات ننصح في هيك حالات لما تكون اوبئه مثلا في حالات الاسهال او الكوليرا، ياخذ بطل مي ويخلي ملح وياه، كل شوي هو يتمضمض بهذا الملح. اولا هذا يخفف يعني نتيجه الديهايدريشن اللي تصير عنده، يعني الجفاف الزايد بجسمه، وبنفس الوقت ايضا يعقم، يعني يعقم الفم عنده، وحتى لو عقم ايده هم لا باس فيها. اما في حاله الاسمه والشي، هاي حاله الاسمه مثل ما قلنا هي لها علاقه جدا جدا قويه، وحتى في حاله الكوليرا وحاله التايفويد لها علاقه بالمناعه، معناها مناعة الجسم ضعيفة، ليش تصير عند ناس وما تصير عند غيرهم؟ نعم. وأيضا لها علاقة بالتوتر والقلق، والتوتر والقلق ليش؟ لأن أيضا يضعف المناعة، أيضا يخلي ضغوط على المناعة. فإذا إحنا عندنا كل الخلطات والأشياء والأعشاب والشايات اللي راح أقولها لها علاقة بتقوية المناعة، ولها علاقة أيضا بالتوتر والضغط اللي يصير، حتى يعني إذا يعني هو هذا حتى نقدر نتلافى من حاله. نعم. نعم دكتورة نجاة، هل هناك نوع من الأغذية تنصحين تناولها بفصل الصيف، وأيضا نوع من الأغذية تنصحين تجنبها خلال فصل الصيف؟ أوكي، بالنسبة للأغذية اللي أقدر أقول عليها واللي هي دائما موجودة يعني وخير، ويبقى العراق دائما بخير وبنعمة دائما كل الأوقات إن شاء الله. الأغذية طبعا مثل ما قلت بحركز على المناعة،
المناعة يراد لها مضادات أكسدة، مضادات أكسدة حتى تحافظ على جسمنا من السموم الحرة اللي بداخله. نعم. يطرحها الجسم نتيجة تلوث البيئة ونتيجة أدوية ونتيجة الضغوط و و و. فهاي شنو هي؟ العنب الأسود الآن كلش متوفر وهو كلش غني بمضادات الأكسدة، التفاح هذا الصغير اللي موجود عندنا دائما أدري. نعم. الزوجة اللي موجودة كلش مضادة للأكسدة، الرز موجود عندنا واللي وازن البي اتش عندنا، لأن إذا توازن البي اتش معناها مناعتنا أيضا تقوى. نعم. الكرفس، الرشاد، الريحان، الريحان اللي هو هنا احنا بالغرب يسموه البازل، هذا الريحان ما تعرف مش قد له فوائد ايضا، حتى يغطي الكآبة، يغطي التوتر، يغطي القلق النفسي، منوم هادئ. هذا يرادلنا منه دكتورة هواي نتناوله. يعني أنا معنا لازم يظلون يسترعون من شمال للجنوب. الرمان، الشوندر، نومي حامض، هاي كلها طبعا أغنية هي. نعم. موجودة، اللي موجود بالصيف موجود واللي ما موجود. الكركم عندنا كلش مهم ودائما يعني موجود احنا عندنا. أهم عناصر اللي هي مقوية للمناعة عندنا عنصر السيلينيوم وعنصر الزنك وعنصر المغنيسيوم. الزنك منين نحصل عليه؟ نحصل عليه من بذور اليقطين الشجر واللي هي موجودة كلش هواية هنا عندنا هسه الآن فيها. السيلينيوم اللي هو يعني هاي مادة كلش مهمة موجود في البصل والثوم، يعني الثوم الصوري يعني يستعمل يعني الحكومة الروسية استعملتها حتى في أثناء الحروب لجنودها حتى. نعم. تغطي الأوعية الصورية. الثوم مهم جدا جدا جدا، مهم ضد الإسهال، مهم ضد الكوليرا، مهم ضد التايفويد. الثوم جدا مادة غذائية جيدة، يعني ينقصني المفل أو يعني ينقصني المفل ويلبن ويلبن. الطماطة عندنا مهمة، الحلبة مهمة، والفلفل والفلفل الأحيان بالحلبة، وأيضا يفضل مثلا يعني الأسماك، يفضل مثلا البيض، بذور الدجاج، اللحم اللي هو نقول بدون شحوم بدون شيء. أما عنصر المغنيسيوم فهذا هم طبعا كلش مهم، يعني هم يعطينا الراحة، والناس اللي عندهم كفاية من المغنيسيوم بجسمهم طبعا حتى ما يشعرون يعني الحرارة بتنخفض على جسمهم، كأنما هو هذا المغنيسيوم العنصر اللي ينطي برودة للجسم ومهم جدا لأهل الأسماء وضيق النفس. وأيضا هذا موجود بالخضار الداكنة وعصير العنب الأسود وموجود باللوز، يعني وأدنا هنا شايات كلش مهمة اللي نتناولها بالصيف تقدر ناخذها باردة. صح هي شايات يعني ممكن شتا صيف ناخذها. أول شاي هو شاي الحلبة، هذا يزيل الاحتقان يعني خاصة ويفتح القصبات الهوائية، والاحتقان الموجود بالجنوب الأنفية، وهذا يساعد على النوم، ولأنه غني جدا جدا غني بفيتامين دي المركب، وأهم نوع من أنواع الدي مركب هو الكولين. هاي المادة يعني تساعد على النوم. أنا كنت شخصيا أيام الصفار كنت أسوي للأطفال العراق وأخليها في تبسيلات وأعطيهم إياه، يعني أيام القصف وأيام التيس. نعم. حتى الطفل ينام. لاحظت بعض الأمهات ينطوني لأطفالهم من فاليوم يعني يعطوهم حبوب قوية في سبيل ينام وما يسمع، فكنت أعطيهم هاي الأشياء حتى ينام بهدوء هذا الطفل. عندنا عشبة القريص اللي هي بالإنجليزي نسميها السندين مثل، هذا يبني الدم يعطينا يعني حتى لفقر الدم حتى للمناعة ويقوي المناعة. عندنا اليانسون، اليانسون يعني استعملوه بالصين أيام وباء الإنفلونزا، يعني الحكومة الصينية استعملتها للشعب بصورة عامة وأصبح يعني عشب وطني، فإحنا اليانسون موجود عندنا نستعمله أيضا. عندنا شاي الفجرات اللي هو الفركدة، العرب كلهم يسمونه الفركدة، هذا غني بالمركب وهذا جدا مهم للأوعية الشعرية والحساسية والجسم. عندنا الهندبة اللي تصفح المي من الجسم. عندنا شاي النومي بصر اللي احنا مشهورين به، وأيضا شاي الزعفران. شاي الزعفران يعني مضاد للأكسدة، يستعمل في إسبانيا في إيران، ومضاد أكسدة طبيعي. نعم. يمطي كامل. نعم. اما بالنسبه للاعشاب ايضا بقعدنا الحلفاء اقدر اقول، وهي من يعني المهمه جدا للجسم، وهي من انواع الغذاء الاخضر اللي كنا دائما اتكلم عنه. نعم دكتوره. عفوا على المقاطعه، على طاري الاعشاب اللي حضرتك قاعده تذكريها، هل هناك يعني اعشاب متوفره بالعراق يعني بمتناول يد المواطن العراقي واسعارها تكون ايضا بمتناول دخل المواطن العراقي؟ هو تفضل فأني كل الأعشاب أحاول دائما أدخل في القنوات العراقية كلها، لازم أختار الشيء اللي موجود يعني موجود وبمتساوي اليد، لأنه ما ممكن أمضي عشب ما موجود بالنسبة للعراقيين. نعم. يمكن إذا أظهر على قنوات أخرى أتكلم يعني بأعشاب أخرى، أتكلم على الشيء يعني. نعم. لأن أنا عارفة شنو اللي موجود عندنا. نعم. فهذه كلها اللي ذكرتها موجودة عندنا. نعم. أما بالنسبة للإيراد وسعرها أسعارها رخيصة، أنا أدري بيها، يعني دائما أشيك ويا الفريق المؤسسة الخيرية مالتنا على السوق. نعم. العراقي الجنوبي. بالنسبة للزيت الكالبسوس كلش مهم، زيت الليمون وزيت هذا مو يشربوه، وإنما يخلوه على تكتفية مبللة ويستنسخون منه كل الوقت.
وايضا يعني بالنسبه للاغذيه اللي بتسويني شنو هي اللي تجنبها ضروري ضروري في حاله الربو في حاله الاسهال الكوليرا التايفويد تتجنبون يعني بعض الاشياء اللي راح اقول تجنبون السكريات لان هاي بغني يعني يعني كلش مضر الجسم وقد يعني يزيد من حاله التقيؤ والاسهال وهنا عندنا راح تعطي غذاء كامل لما يسمى الكانديدا الكانديدا هي الفطريات اللي تكون بداخل الجسم واللي هي كلش تزيد من حاله الاسهال والكوليرا وايضا في حاله الربو يتجنبون ايضا منتجات الالبان الاجبان كلها يتجنبوها لان تزيد من كثره البلغم والمواد المخاطيه اللي يفسد في الجسم وهذا طبعا راح يتعبهم اكثر لكن يفضل اللبن اللي دائما ياخذوه العرب يقولون العرب كلهم يسمون لبن الزبادي فاحنا نقول لبن يعني لبن حامض قد ما يكون حامض احسن دكتورة نجاة السماوي استشارية في الطب التكميلي أول شيء أنا الشكر شخصيا جزيل الشكر لأنك أثريتينا بالمعلومات الغنية واللي حقيقة كنا نفتقدها وأكيد المشاهد العراقي أيضا استفاد من هذه المعلومات أنا أشكرك مرة ثانية جزيل الشكر يمكن الوقت داهمنا والحديث وياك جدا ممتع ولكن ننوه ونوعد أستاذ المشاهدين أنه بالحلقات الجاية أيضا راح تكون في ضيافتنا عبر الهاتف مباشرة من لندن الدكتورة نجاة سماو الشذر استشارية في الطب التكميلي وأكيد كل شخص حاب أن يتواصل مع بعض مؤلفات الدكتورة نجاة السماوي أن يزورها على الموقع الخاص بها واللي راح ينزل بعد شوية على أسفل الشاشة نجاة السماوي الشذر شكرا جزيلا الشكر